مرحبا، اليوم راح نكمل عن الاقتران الدرجي. أخذنا تعريف الاقتران الدرجي، كيف نعيد تعريف الاقتران الدرجي، أخذنا كيف بيكون كيف نحل النهاية ولكن بإعادة تعريف، بعدين أخذنا الحالة الخاصة أو مش حالة خاصة اللي هي حل النهاية بشكل سريع للاقتران الدرجي، زي ما أخذنا يعني إعادة تعريف بشكل سريع، زي ما أخذنا إعادة تعريف بشكل سريع للمطلق، كمان في إعادة تعريف بشكل سريع للدرجي. إحنا أخذناهم دول كلهم، وهسه بدنا نطبق عليهم. ماشي، هسه خلينا نشوف نهاية س تقترب من 2.5. غريب الرقم 2.5، بس مش مشكلة. لا، أكبر عدد صحيح لس زائد 2 على مطلق س ناقص 4. طبعا بالنهايات المطلق والأكبر عدد صحيح بدك تعيد تعريفهم. إيش يعني بدك تسوي؟ متشعب مرة مرتين ثلاث؟ لا، راح تعيد تعريفهم بشكل سريع. حكينا منعوض ما داخل الدليل، منعوضه داخل الأكبر عدد صحيح. بدك تعرف الأكبر عدد صحيح، اصطلح عندك كسر بتقارب الأقرب عدد صحيح عادي. اصطلح معك رقم زي 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 هيك، بدك تاخد يمين ويسار، يمين نفس الرقم ويسار عكس الرقم اذا كانوا الاشارات مختلفة. ماشي، خلينا نعوض هسه هون. 2.5 زائد 2 4.5. 4.5 جواب هون اكبر عدد صحيح 4.5، طلع جوا اكبر عدد صحيح كسر، بنحطه زي ما هو، اعادة تعريفه 4. اذا اكبر عدد صحيح 4.5 هو 4. خلينا نعيد تعريف المطلق زي ما اخذنا بشكل سريع. اذا كان صفر بدك تاخذ يمين ويسار، اذا كان جوا هذا سالب بتعكس اشارته، اذا كان موجب بتخليه زي ما هو. اذا اعاده تعريف الاكبر عدد صحيح راح يطلع معك رقم، واعاده تعريف المطلق راح يطلع معك اقتران. عوض 2.5 ناقص 4 اللي هو سالب 2 سالب 2 أو سالب واحد ونص. طبعا سالب إذا بدك تعكس الإشارة هون، سالب خلينا نتذكر عشان تعكس الإشارة هون، راح تحط جواب 4. إذا هاد تعريفه 4 وهاد تعريفه 4 ناقصين، صار عندك نهاية س تقترب ل 2.5. إحنا لسه ما حلينا شيء، هذا عدنا تعريفه صار 4 على هذا، عندنا تعريفه طالما سالب يعني نعكس اشارته 4 ناقص س. هذا هو سؤالك الجديد 4 على 4 ناقص س. عوض 4 ناقص 2.5 راح يطلع معك 1.5. 4 على 3 على 2 يعني 4 في 2 على 3 يعني 8 على 3. نرجع السؤال اللي بعده. السؤال بعده بيحكي لك نهاية س تقترب للصفر لأكبر عدد صحيح لصفر على س. هسا بدك تعيد تعريفه. ماشي، إعادة تعريفه أكبر عدد صحيح لصفر، حكينا صفر إذا أعطاك يمين ما أعطاك لا يمين ولا يسار، إذا بدك تحطه يمين ويسار مع بعض. إذا نهاية س تقترب للصفر يمين، صفر يمين صفر، يمين نفس الإشارة راح يكون صفر. إعادة تعريف الأكبر عدد صحيح رقم، إذا راح يكون صفر على س. هذا اقترانك الأصلي، لسه ما عوضت. صفر على أي شيء؟ صفر، نهاية الصفر صفر. مش تحكي لي تعوض تصير صفر على صفر، لا، صفر على أي شيء صفر، لسه من دون ما نعوض النهاية. ماشي، هسا نهاية س تقترب للصفر يسار، صفر يسار، هون يسار وهون موجب، إذا راح ناقص واحد اللي هو سالب واحد على قديش؟ على س. سالب واحد على صفر غير موجودة. إذا النهاية الكلية ده مطلق أكبر عدد صحيح لس على س يساوي غير موجودة. نيجي على السؤال اللي بعده. نهاية س تقترب لاثنين يمين، س ناقص أكبر عدد صحيح لس على س تربيع ناقص 4.
بهاي الحالة ما بتقدر تحل السؤال إلا إذا عاد تعريفه، وهذا راح يطلع معك رقم مش راح يطلع معك اقتران. عوض الاثنين راح يكون اثنين، يمين يمين إذا نفس ما هو راح ينزل اثنين زي ما هو. صار عندك نهاية سين تقترب للاثنين يمين، سين ناقص اثنين على سين تربيع ناقص الأربعة. رجع اقترانك كسري، تشطيب سين تقترب للاثنين يمين، سين ناقص اثنين على سين ناقص اثنين سين زائد اثنين. هذه مع هذه راحت، فصار عندك واحد على أربعة الجواب بعد التعويض. السؤال اللي بعده طبعا راح تلاقيه كله أكبر عدد صحيح. تقول إيش راح نعوض، راح هذا لا، راح نسوي متشعب بكل واحد لا، راح تعيد تعريف كل واحد بس بشكل سريع. هذه أول طريقة. ثاني طريقة إنه تقدر تفصل السين مع الاثنين والسين مع الثلاث، عشان إنه عندك ثلاث واثنين أعداد صحيحة. حكينا أعداد صحيحة تقدر تقيم الأكبر عدد صحيح منه إذا كان جمع أو طرح. فإحنا راح نحل بالحل الأول وهو إعادة التعريف. لما تعيد تعريف راح يطلع معك يكون عدد صحيح، عدد صحيح، عدد صحيح. إذا بدك تاخذ يمين ويسار، خلينا ناخذ يمين. نهاية سين تقترب للصفر يمين، عندك أكبر عدد صحيح لصفر، صفر زائد ثلاث ثلاث، ثلاثة يمين نفس الإشارة إذا راح يطلع زي ما هو ثلاث، ناقص ثلاثة على اثنين في صفر زائد اثنين اثنين، يمين نفس الإشارة راح يضل زي ما هو اثنين، اثنين ما اثنين ثلاث، ثلاثة ناقص ثلاث صفر، على أكبر عدد صحيح لصفر اللي هو صفر. راح يطلع معك عندك ثلاثة ناقص ثلاث على صفر، راح يطلع معك صفر على صفر. إذا إعادة التعريف ما فادتك بأي إشي، ماشي؟ إيش راح تسوي؟ راح إيش راح تسوي؟ راح نحل على الطريقة العادية. خلينا نحل على الطريقة العادية. نهاية سين تقترب للصفر، هسا أكبر عدد صحيح بتقدر توزعه، فصار عندك أكبر عدد صحيح لسين زائد ثلاث، طلعنا أكبر عدد من خواص أكبر عدد صحيح، ناقص ثلاثة على اثنين في أكبر عدد صحيح لسين زائد اثنين. توزع الثلاثة على اثنين على أكبر عدد صحيح لسين، توزع الثلاثة على اثنين صار عندك أكبر عدد صحيح لسين زائد ثلاث، ماشي، ناقص ثلاث على اثنين أكبر عدد صحيح لسين ناقص ثلاث، ثلاث ناقص ثلاث راحت على أكبر عدد صحيح لسين. هون تصير واحد ناقص ثلاثة على اثنين، يعني اثنين على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين وسالب واحد على اثنين. بس عندك سالب واحد على اثنين نهاية سين تقترب للصفر أكبر عدد صحيح لسين على أكبر عدد صحيح لسين، هذول الاثنين راح مع بعض، بس عندك جواب سالب نص. هذا مهم هذا السؤال، وجدا يعني بيعتبر من الأسئلة الصعبة. نيجي على السؤال بعده. نهاية سين تقترب بالواحد يسار لسين ناقص واحد على مطلق على سين ناقص واحد أكبر عدد صحيح. هون بدك تعيد تعريف الاثنين بشكل سريع. احنا حكينا إعادة التعريف المطلق تعويضه، إذا طلع سالب بنعكس إشارته، إذا طلع موجب بنخليه زي ما هو، وإذا طلع صفر بناخد هل هو يمين ولا يسار نسوي هذا. نجي على واحد ناقص واحد صفر، إذا بدك تاخد يمين ويسار، هو طالبك بس يسار، فيسار الصفر أنت خد لك يسار الصفر اللي هو خلينا نفترض هون يسار الواحد، خلينا نفترض صفر، صفر ناقص واحد سالب واحد، إذا سالب بدك تعكس إشارته، هون بدك تعكس إشارته بدك تضربه في سالب، تحت بتعوضه واحد ناقص واحد صفر، صفر عدد صحيح مش شرط يكون صفر سالب واحد، هذا عدد صحيح، إذا بدك تاخد يساره أو يمينه. حسب ايش طالب، طالب يساره نفس الإشارة عكس إشارات إذا بتطرح بعض، يعني بتطرح واحد، يعني صفر ناقص واحد سالب واحد. فصار عندك نهاية سين تقترب للواحد يسار، هذا راح يكون واحد ناقص سين على سالب واحد، بتطلع السالب لفوق، صار عندك نهاية سين تقترب للواحد يسار لسين ناقص الواحد اللي هي صفر. إن شاء الله تكون واضحة. نرجع السؤال اللي بعده.
نهاية س تقتبل الواحد لمطلق س ناقص 3 على زائد س تربيع ناقص 3 على س على س زائد 2 بالعشرة أكف عدد صحيح ناقص س. هسا هون الفكرة بالموضوع إن ما بتقدر تشيل 2 في العشرة زي ما سوينا هون. ليش؟ لأنه هون عدد صحيح عدد غير صحيح، فعشان هيك ما بنقدر نقيمه. فهون راح نعيد تعريف الأكبر عدد صحيح والمطلق. عوض المطلق، إذا طلع سالب هو راح يطلع سالب، 1 ناقص 3 سالب 2، إذا راح نضربه في سالب. طيب أكبر عدد صحيح لما نعوض في 1 زائد 1.2 في العشرة، 1.2 في العشرة عدد كسري، لا 1 ولا 2، إذا راح نقربه لأقرب عدد صحيح حسب الخاصية اللي هي 1. ماشي، فهذا 1 وهذا سالب وهذا سالب، يعني تضرب في سالب، فصار عندك نهاية س تقترب للواحد 3 ناقص س ضربنا في سالب زائد س تربيع ناقص 3 على 1 ناقص س. هيك أخذنا تعريفه، 3 مع سالب 3 راحت، صار عندك س تربيع ناقص س على 1 ناقص س، تعوض 1 ناقص 1 على 1 ناقص 1 صفر على صفر، إذا بدك تختصر س تقترب للواحد س عامل مشترك اللي هي بضل س ناقص الواحد على 1 ناقص س. هذه مع هذه سالب، بتعوض بتصير سالب 1. إذا بعد إعادة التعريف بتحل سؤالك، بعد إعادة التعريف بتحل سؤالك. هون ما يهمك التربيع ولا التكعيب ولا هذا، التربيع للأكبر عدد صحيح كله، يعني بس تعيد تعريف الأكبر عدد صحيح ربعه. ماشي، عوض عوض 5 في الأكبر عدد صحيح بالأول، عشان إيش؟ عشان تعيد تعريفه بعدين تشوفه صفر على صفر ولا إيش. 5 أكبر عدد صحيح، إذا يا بتاخد يمين يا يسار، إذا يمين بنزل 5 زي ما هو، إذا يسار بنزل 4 لأنه عكس إشارات. فخمسة يمين يمين، إذا 5، فصار 5 تربيع 25، صار عندك نهاية س تقترب للخمسة يمين س تربيع ناقص 25 على 25 ناقص س تربيع، نفس الإشي بروحوا مع بعض بيطلع إشارة سالب منهم. إذا الموضوع بسيط جدا. نيجي على السؤال الثامن، نهاية س تقترب لاثنين يمين 2 س أكبر عدد صحيح ناقص س تربيع على 2 س ناقص 4. أول إشي بنعيد تعريف الأكبر عدد صحيح، عيد تعريفه 2 س 2 في 2 4، 4 طلع معك عدد صحيح يا يمين يا يسار، إذا يمين بنزل زي ما هو عشان الموجب، وإذا يسار بنزل ناقص 1 يعني 3، إذا طالما يمين 4 بنزل، إذا هذا تعريفه كله 4. نهاية س تقترب للاثنين يمين 4 ناقص س تربيع على 2 س ناقص 4. هسه بتحلها صفر على صفر، إذا بدك تختصر، نهاية س تقترب للاثنين يمين 2 ناقص س على س في 2 زائد س على 2 في س ناقص 2. هذه مع هذه سالب 1، وعندك 2 و2 4، سالب 4 على 2 سالب 2. الجواب السؤال الأخير من أسئلة الميكس كل إشي، سؤال مهم جدا، يشمل إعادة تعريف المطلق، إعادة تعريف أكبر عدد صحيح، إعادة تعريف وضرب المرافق يمكن. فهذا السؤال ممكن يجيبوه على 6 علامات، لأنه شامل لكل إشي بدل الاقتران الكسري، يعني ممكن. فنهاية س تقترب الخمسة على 2 لهذا المقدار كله. طبعا مش راح نشوف الجواب صفر على صفر ولا إلا بعد إعادة التعريف، نعيد تعريف الأكبر عدد صحيح. 5 على 2 كسر 2.5، أكبر عدد صحيح له 2. خلصنا، نجي على هذا، 5 على 2 موجب بنزل زي ما هو، بنزل س زي ما هو، مش بنزل 5 على 2، هون بنزل 2، صار عندك نهاية س تقترب 5 على 2، صار عندك 2 ضرب س 2 س ناقص 4 على الجذر التربيعي لس زائد 3 على 2 ناقص 2، صار عندك الجواب 0 على 0. هسه هون الجواب راح يكون قديش؟ 5 على 2، 5 على 2 في 2 اللي هو 5، 5 ناقص 4 1 على 0 غير موجودة. هسه وين اللعب بالموضوع راح يكون؟ راح يكون اللعب إذا كان
جواب فوق 0 على 0 هون 0 على 0، تضرب المرافق التربيعي وبتكمل حلك للنهاية. الفيديو الجاي راح يوضح أسئلة المجاهيل لل شو اسمه للأكبر عدد صحيح. طبعا الأسئلة بتيجي زي هيك، ميكس ممكن مع أكبر عدد صحيح، تحليل، ضرب بالمرافق، إضافة طرح مقدار، ممكن أي إشي، ممكن أي إشي. فأسئلتها كتير واضحة، وطالما يطلع لك أكبر عدد صحيح في السؤال، النهايات لازم تعيد تعريفه. إحنا تعلمنا إعادة تعريفه بشكل سريع، إحنا أخذنا إعادة تعريف بطيئة هذيك، إنه تساوي بالصفر تطلع لام وتطلع مش عارف إيش وهذا بعدين، ولكن هاي مش راح تفيدنا إلا في الاتصال على فترة. بس تيجي درس الاتصال على فترة راح نرجع لها، لأنه ما بصير تحل سؤال اتصال على فترة إلا وإذا كنت إلا وأنت عارف كيف تعيد تعريف الاقتران. هذا هو تقريبا الدرس. ضل عنا شغلة بسيطة، يعني فيديو بسيط صغير بمقدار 10 دقائق، يمكن 12 دقيقة، بيحكي عن أسئلة المجاهيل. السلام عليكم ورحمة الله.